السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. منذ أن ظهرت يعني الهواتف الذكية وظهرت مع مجموعة من التطبيقات، بالتأكيد يعني مجموعة منها يعني حاولت أن تغير حياتنا إلى الأفضل وتسهلها، لكن في المقابل هناك مجموعة من التطبيقات التي فعلا غبية بهذا المفهوم، وبعض منها يعني للترفيه فقط. لذلك حاولت يعني في هذا الفيديو أن أضع لكم أغرب تطبيقات موجودة في بلاي ستور. لن تعتقد فعلا أنها موجودة في بلاي ستور، ولكن موجودة إخواني الكرام، ومجموعة من الناس قيموها بشكل كبير جدا. نمر إلى استعراض هذه التطبيقات، وإذا عجبتكم هذه الفقرة سوف أضيف يعني تطبيقات أخرى موجودة في بلاي ستور وغريبة يعني يمكن لك يعني تجربتها للترفيه يعني بهذا المفهوم إخواني الكرام. وهذه التطبيقات الغريبة إخواني الكرام والتي سوف تستغرب يعني لها، هذا التطبيق الذي يدعي بأنه يقوم بشحن هاتفك بالشمس. يعني إذا كنت ذاهب في رحلة أو شيء من هذا القبيل، فبدون أن تأخذ معك يعني شاحن يعني لهاتفك، فيكفيك يعني أن تقوم بتوجيه الهاتف للشمس وسوف يشحنه. لاحظوا معي أنه هناك الحين 83%، وإذا ذهبت مثلا إلى الشمس ووجهت يعني هاتفي لبضع يعني ثواني أو دقائق، تذكرون 83، ثم إذا ذهبت الحين يعني وشاهدت شوي أصبحت يعني 84%. يعني مثل هذه التطبيقات مع الأسف الكثير يصدقها يعني من خلال بعض التعليقات الموجودة في بلاي ستور، بالرغم أنها يعني لا أساس لها من الصحة. بالتالي هذه واحدة من التطبيقات الغريبة التي سوف تجدها في هاتفك أو يعني في متجر بلاي ستور ولم تحدث مع الأسف. إذا كنت تريد أن تنام بشكل جيد يعني بعيدا عن المشكلة يعني البعوض، إذا كنت تتواجد في مكان يعني به بعوض يعني أو تنام في غابة أو شيء من هذا القبيل وحشرات يعني، فيمكن لك استعمال هذا التطبيق الذي يقوم بتشغيل يعني بعض الترددات. الترددات يدعي التطبيق يعني أنه يقوم ب يعني إبعاد البعوض عنك يعني في المساحة المحيطة يعني بالهاتف إذا كان الهاتف متواجد بالقرب منك. فلحظة عندما تقوم بتشغيل يعني التطبيق، لا أعرف إذا كنتم سوف تسمعون يعني هذه الترددات التي يحدثها، ويقول التطبيق بأنه يقوم بإبعاد يعني هذه الحشرات عنك. التطبيق حصل على أكثر من مليون يعني تحميل وله يعني تقييم كبير جدا. لا أعرف إذا كان يشتغل بشكل جيد أو لا، ليس لديه بعوض في المنزل، ويعني أعتقد بأن هذه الترددات ممكن أن تعمل فعلا على يعني إبعاد الحشرات الضارة والبعوض عنك، ولكن يعني حسنا سوف أضع لكم يعني رابطه لكي تقوم بتجربته. ليس لدي فكرة صراحة حول إذا كان سوف يعمل بشكل جيد أو لا. هو واحد من التطبيقات أيضا الغريبة على الموجودة في بلاي ستور، جربوه إخواني الكرام. إحدى التطبيقات الغريبة الأخرى التي سوف تجدها في بلاي ستور والتي لن تصدق أنها فعلا موجودة في بلاي ستور، التطبيق يعني الكشف عن الكذب إخواني الكرام. يدعي هذا التطبيق أنه يعمل بنفس الوظيفة الخاصة بأجهزة الكشف عن الكذب كما سوف تشاهدون، ولديه أكثر من مليون تحميل، يعني شيء غريب جدا. طيب يعني عندما تريد مثلا يقول لك التطبيق أن تكشف الصديق لك كذاب أو شاب أي شيء من هذا القبيل، أو صديق لك أو يعني شخص معين آخر، فيجب عليك أن تضع اليد هنا أو يضع اليد هنا وتطرح عليه سؤال يعني معين. مثلا سوف أطرح السؤال على نفسي، هل تحب مثلا شخص، لا أعرف أي اسم يعني ليس من الضرورة أن يكون شخص معين أعرفه. مثلا سوف أطرح على نفسي هل أحب مثلا أي اسم، يعني مثلا سارة، يعني سوف أطرح على نفسي حوحو هل تحب سارة؟ لا يحب سارة حوحو، كذب يعني. هذه فكرة هذا التطبيق إخواني الكرام كما سوف تشاهدون، فيعمل بنفس كما يدعي يعني نفس الطريقة الخاصة بأجهزة الكشف على الكذب، ويجب عليك وضع اليد بطبيعة الحال، والشاشة أصلا في الأصل لا تعمل يعني بالبصمة. إذا كما ذكرت يعني واحدة من التطبيقات أيضا التي يمكن لك تجربتها على بلاي ستور.
من بين التطبيقات أيضا الغريبة التي سوف تجدها في بلاي ستور هي هذه التطبيقات التي تدعي بأنها سوف تبحث لك عن الأشباح إذا كانت موجودة في منزلك. الغريب أنه عندما سوف تفتحه للمرة الأولى كما سوف تشاهده يقول لك حاول أن تقوم بعمل معايرة للمستشعرات في هاتفك بطريقة هذه الطريقة يعني تعطيك فكرة بأن فعلا التطبيق يعمل 100% وأنه فعلا يستند على المستشعرات يعني البحث عن هذه الأشباح. عندما يتم يعني عمل معايرة فتفتح مباشرة كاميرا الهاتف ويطلب منك التجول في منزلك لكي يشاهد هل هناك يعني أشباح أو لا. إذا كانت هناك أشباح سوف تظهر لك نقاط يعني في الأماكن التي هي موجودة فيها. بطور حالاتي التطبيقات موجودة بكثرة إخواني الكرام ولا أساس لها من الصحة ويمكن لك تجربتها في حالات ما كنت تريد الترفيه فقط. ويعني يعجبك يعني هذا العالم. أنا شخصيا حاولت حتى أن أغطي يعني على النافذة حتى أخلق يعني جو ليلي. لذلك إخواني الكرام هذه التطبيقات غريبة كما ذكرت يعني في بلاي ستور. من بين التطبيقات أيضا التي لن تصدق أنها موجودة في بلاي ستور تلك التطبيقات التي تقوم بعمل سكان مثلا للنقود الورق الأوراق النقدية لمعرفة هل هي يعني حقيقية أو مزورة. فمثلا مثل هذا التطبيق يقول لك عندما سوف تقوم بفحص بطبع الحال أي ورقة نقدية تصويرها سوف يفحصها ويعطيك بطبع الحال هل هي حقيقية أو لا. بطبع الحال هذه الأمور يعطيك صحيح أنها حقيقية ولكن هذا لا يعني بأن التطبيق إخواني الكرام يشتغل كما يجب. لذلك فمثل هذه التطبيقات يجب عليكم ألا تصدقونها. من بين التطبيقات الغريبة أيضا التي سوف تجدها في بلاي ستور إخواني الكرام تلك التطبيقات التي تقول لك بأنه يمكن لها يعني عمل سكان لجسمك لمعرفة يعني العظام الخاص بك أو الرأس الجمجمة الخاص بك مجرد توجيه الكاميرا. فكما سوف تشاهد مثل هذا التطبيق فيعطيك إمكانيات مثلا عمل سكان لصدرك رأسك يعني يديك. نأخذ مثلا اليدين كما سوف تشاهدون. طيب يعني سوف نأخذ اليدين ثم تضغط على ستارت تفتح يعني الكاميرا وتوجه طبعا الحال ولاحظ معي يعطيك يعني سكان كما سوف تشاهدون يعني اليدين كما سوف نشاهد يعني لليد. يجب عليك في الأصل تثبيت الهاتف لكي تشاهد مثلا يعني العظام الخاص بك. التطبيقات كما ذكرت غريبة لا وجود لها يعني بهذا المفهوم. بعض التطبيقات التي سوف تجدها يعني في بلاي ستور إخواني الكرام تلك التطبيقات التي تقوم بإغلاق يعني شاشة هاتفك بالبصمة كما تدعي يعني. وهذه التطبيقات كما سوف تشاهدون هي غير حقيقية إخواني الكرام ويجب عليكم الوثوق فيها. يعني في حالة ما كنت تريد إضافة زر البصمة الفعلي يعني إلى هاتفك فكنت قد شرحت من قبل حتى وإن كان قديم هاتفك قديم سوف تجدون رابط أسفل الفيديو بطريقة عملية. ولكن مثل هذه التطبيقات فهي غير حقيقية إخواني الكرام لذلك تجنبوها. يعني فهي إحدى التطبيقات الغريبة والتي مع الأسف يعني بعض من الناس يصدقونها خصوصا أن مطورها لا يقوم بوضع بأنها يعني برانك أو شيء من هذا القبيل في كثير منها. يعني بالتالي فأي شخص يحاول أن يقوم بالتجربة وقد تجد يعني في بعض الأحيان مشاكل في الهاتف عندما تغلق أو تعتمد تلك أو زر يعني الإغلاق يعني الهاتف بالبصمة فسوف تجد مشاكل إذا لم يتعرف طبعا الحال أو إذا لم يشتغل بشكل جيد للدخول إلى الهاتف. تلك الطريقة الواحدة لإضافة يعني زر البصمة هي عن طريق يعني شرح كنت قد وضعته من قبل سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو. واحدة من التطبيقات الغريبة أيضا الموجودة في بلاي ستور إخواني الكرام هي تطبيقات يعني تدعي بأنك عندما سوف تصور مثلا جسم شخص معين يمكن أن تقوم بإظهار لك يعني ذلك الجسم يعني عاري بهذا المفهوم. غريب جدا وموجودة بكثرة على بلاي ستور ويعني لا أنصحكم بها لأنها كاذبة بهذا المفهوم إخواني الكرام والغرض منها فقط يعني الربح المادي. فمثل هذه التطبيقات يعني بعض منها مطورها لم يكتب يعني بأنها تطبيقات برانك حتى يصدقون يعني الناس بأن فعلا تطبيقات يعني فعالة. والغريب مثلا هذا التطبيق يعني هو الذي حصل على أكبر تقييم يعني في بلاي ستور وله نسبة تحميلات كبيرة جدا وهناك بعض التعليقات الغبية جدا بأنه يشتغل بشكل جيد بهذا المفهوم.
تشاهد يعني كيف وصلت العقلية إخواني الكرام. فيعني التطبيق مثلا عندما تقوم بفتحه يختار لك هل تريد رجل أو امرأة، تختار مثلا لو اخترنا رجل هل تريد الجسم يعني في الجهة العلوية الخلفية أو السفلية، ويصور لك فقط يعني من البطن إلى الأعلى يعني. فتختار مثلا إذا كنت تريد الجزء العلوي أو السفلي يعني من عفوا الجزء الخلفي أو أو الأمامي من البطن يعني إخواني الكرام، ثم تضغط على هنا يعطيك يعني على أساس التصوير. عندما تصور، حاولت انا شخصيا اصور يعني نفسي، وجدت يعني نتيجه غبيه جدا. اذا كما ذكرت فهذه التطبيقات فقط يعني غريبه وموجوده في بلاي ستور مع الاسف، رغم انها يعني لا تقوم بهذه الوظيفه وتخدع فقط مجموعه من الناس لكي يعني يربح مطورها يعني مبالغ ماليه من خلال الاعلانات الموجوده فيها. ان شاء الله اذا اعجبتكم هذه الفقره ممكن اضع يعني جزء ثاني لتطبيقات غريبه موجوده في بلاي ستور، واراكم ان شاء الله في مواضيع جديده. جميع الروابط اذا كنت تريد تجربة هذه التطبيقات سوف تجدها أسفل الفيديو، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.